السلام عليكم وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج لعبة الأمم. في الولاية الأولى لباراك أوباما ساهمت أمريكا في قصف ليبيا وإزالة العقيد معمر القذافي ونظامه، وقبلت بسقوط حلفائها في المنطقة من حسني مبارك إلى زين العابدين بن علي وصولا إلى الرئيس اليمني علي عبد الله صالح. وفي الولاية الأولى لأوباما تم تقسيم السودان وتخدير قضية فلسطين وأعطاء الضوء الأخضر لوقف انتفاضة البحرين بالقوة والتأسيس لتفاهم واسع مع الإخوان المسلمين فيما بعد الربيع العربي. كل هذا مهم، ولكن الأهم أنه في الولاية الأولى لأوباما انشطر العالم فعليا بين محورين: الأول يؤيد سوريا وإيران، والثاني يريد القضاء على نظامي الدولتين وتفرعاتهما من مقاومات وغيرها. الآن وقد انتهت الانتخابات الأمريكية وفاز أوباما بولاية ثانية، هل يتم ضرب سوريا وتشن حرب على إيران؟ هل يعطي المعارضة السورية سلاحا مضادا للطائرات فيغير المعادلة الداخلية؟ أم أن المنطقة مقبلة على صفقة سياسية أمريكية روسية واسعة؟ ولماذا كانت إسرائيل في طليعة المهنئين وقال مسؤولوها إن أوباما في ولايته الثانية سيكون رئيسا ممتازا لإسرائيل؟ هذه هي الأسئلة الأولى لحلقة الليلة من لعبة الأمم. يسعدني أن أرحب باسم الميادين بضيوفنا السفير اللبناني السابق في الولايات المتحدة الأمريكية الدكتور عبد الله أبو حبيب، والخبير الاستراتيجي في مركز الأهرام في القاهرة الدكتور عمر الشوبكي. من واشنطن سيكون معنا أيضا مدير مكتبنا الدكتور منذر سليمان، كما سيكون معنا ملهم الدروبي من المجلس الوطني السوري المعارض من الدوحة سينضم إلينا اليوم، وأيضا سيكون معنا خالد العبود عضو مجلس الشعب أو مجلس النواب السوري. أهلا بكم جميعا إذن إلى هذه الحلقة التي نتحدث فيها عما بعد الانتخابات الأمريكية وفوز الرئيس باراك أوباما بولاية ثانية. أهلا وسهلا بك سعادة السفير. شكرا على استضافتكم. الولاية الثانية لأوباما ستتجه نحو الحرب ضد إيران وسوريا؟ الاعتقاد لا، مع أنه الرئيس أوباما قال كل الخيارات على الطاولة، لكن الاعتقاد من أوباما أنه لا، بده يجرب كل إمكانية العقوبات حتى إيران التي لم تقر بعد المسير في لقنبلة ذرية انه يصير في تعاون بينها وبين الوكالة الدولية لحظر هذا السلاح. سيعطي المجال اكثر للحوار للتفاوض مع ايران إذن؟ اذا اراد الايرانيين طبعا سيتفاوض معهم، لكن سيستمر في العقوبات الاقتصادية وحتى المالية فيها وحتى الالكترونية من ناحية اتصالات بايران وغيرها. في استعدادات في هذا المجال لمعاقبة إيران، ولكن خيار الحرب يبقى قائما، يبقى قائما الأخير، بس مش لكن ليس بالسرعة التي يريدها نتنياهو. ومن هون يعني إذا كان هناك خاسر واحد أو أهم في المنطقة لنتيجة انتخابات أمريكية فهو بنجامين نتنياهو. لماذا؟ لأنه علاقته الشخصية، ليست علاقة إسرائيل بالولايات المتحدة، علاقته الشخصية بباراك أوباما ليست جيدة زي ما قلنا، عاطلة، وهو راهن على رومني صديقه وزميله بالدراسة بالولايات المتحدة على أن يكون الرئيس القادم. هل سيساهم باراك أوباما إذن بإسقاط نتنياهو في الانتخابات المقبلة تعتقد؟ لا أعتقد أنه سيتدخل كما حاول نتنياهو أن يتدخل في الانتخابات الأمريكية. لا أعتقد أنه الرئيس الأمريكي سيتدخل بهذا الشأن، وحتى تدخل نتنياهو دع اليهود الأمريكان كانوا ضد هذا التدخل، واليهود الأمريكان بأكثريتهم الساحقة صوتوا أو انتخبوا أوباما أو رومني لأسباب أمريكية فقط وليس لأسباب العلاقات الإسرائيلية الأمريكية، بما في ذلك اللوبي الأيباك وغيره. ما سمعت أنه كان في تدخل قوي، لأنه السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل تقريبا ثابتة، كما تبين حقيقة
من المناظرة اللي كانت ما بين أوباما ورمني. يعني الخسارة قد تكون لنتنياهو لكن ليس لإسرائيل طبعا، لأنه السياسة الأمريكية لن تتغير حيال الدولة الإسرائيلية أو حيال إسرائيل. يعني نلاحظ مثلا اليوم في معظم التصريحات وردود الفعل الإسرائيلية تصلني الآن انتقادات شديدة اللهجة في الداخل الإسرائيلي لبنيامين نتنياهو، كما تتفضل يتهم بأنه تدخل في الانتخابات الأمريكية وفشل في هذا التدخل، واضطر كما تقول انتقادات داخلية في إسرائيل اضطر لأن يكون بين المسارعين لتهنئة أوباما وكأنه ندم على ذلك. أيضا وزير الأمن الإسرائيلي أهود باراك كان أول المهنئين. لفتني أنه رئيسة حزب العمل كانت فرحة جدا بهذا الفوز طبعا لأوباما، تعتبره الأقرب لها، بينما أعضاء في الكنيسة من الليكود أعربوا عن خيبة أملهم من فوز أوباما وعن خشيتهم من تعرض إسرائيل لضغوط لتقديم تنازلات سياسية، ولم يترددوا في القول أن أوباما ليس جيدا لإسرائيل وأنه لا يمكن الاعتماد عليه. لماذا يخشى الليكود إذن من أوباما؟ أوباما سيحاول مرة أخرى، بس هالمرة بعد خبرة، هو أن يعمل سلام في بين الإسرائيليين والفلسطينيين. عنده مشكلتين، عنده مشكلة نتنياهو، لكن نتنياهو جاء على الانتخابات وقد يفشل في الانتخابات، أو لقد لا يكون برغم اتفاقه مع ليبرمان قد لا يحصل على الأكثرية، وخاصة أنه الشعب الإسرائيلي دائما يريدون علاقة ممتازة مع الولايات المتحدة ومع رئيس الولايات المتحدة، فهذه الانتخابات الامريكيه تؤثر على الانتخابات الاسرائيليه في السنه القادمه. لكن لذلك الليكود قلق او قلق بسبب التسويه، بسبب دفع اسرائيل ايضا لتقديم تنازلات للفلسطينيين في لحظات معينه. طبعا هو بده يحاول هيك، لكن كمان هي تعتمد على الفلسطينيين، لا يمكن انه يتحاور فقط مع ابو مازن، فابو مازن عنده الضفه الغربيه، لكن حتى بالضفه الغربيه هناك حماس، صحيح. وإذا كانت حماس مش داخلة باللعبة فهذا حيكون صعب له. صحيح. لكن في سبب أخير هو أنه ما فيها الدعم العربي من أجل الضغط على الولايات المتحدة لتسير في مسيرة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ولذلك يقال أنه ربما تكون أو يكون أحد أسباب زيارة أمير قطر إلى غزة هو أيضا دفع حركة حماس للتقارب أكثر نحو الخيار التفاوضي في لحظة معينة، ربما ذلك. طيب نبقى في إيران وسوريا، هذان هما الهدفان الأساسيان لهذه الحلقة. نلاحظ سعادة السفير أنه بالمناظرة الأخيرة بين أوباما ورومني يعني إيران ذكرت 47 مرة، سوريا ذكرت 28 مرة، إسرائيل 34 مرة، مصر 11 مرة، ليبيا 12 مرة، الإرهاب والإرهابيين 16 مرة، وروسيا 10 مرات. ملاحظ أنه إيران أهم من روسيا وأهم من الإرهاب في خطابي المرشح والرئيس الذي انتخب الآن. من دون شك يعني اليوم أصبح السلاح النووي الإسرائيلي مهم للولايات المتحدة، أولوية أمريكية في الشرق الأوسط. هل كان ذلك قبل 5 سنوات؟ لا، لكن الضغط ليس فقط الإسرائيلي، الضغط العربي على الولايات المتحدة والخليج تحديدا، الخليج تحديدا هو اللي جعل الولايات المتحدة تجعل من إيران أو سلاح نووي في إيران أولوية. واليوم أوباما اعتمد الفكرة أنه لن يكون لإيران سلاح نووي حتى لو اضطررت أنه شن حرب على الولايات المتحدة على إيران. برأيك سعادة السفير عبد الله أبو حبيب، هل الأمريكي سيمضي حتى النهاية في هذا الأمر؟ يعني الآن في 3 احتمالات، الاحتمال الأول أن يقبل بالتفاوض، يعني حتى لو صار تنازلات متبادلة من إيران ومن الغرب، الخيار الثاني هو الخيار العسكري، والخيار الثالث أن يقبلوا بالأمر الواقع أنه طيب فليكن عند إيران قنبلة نووية، بنهاية الأمر في توازن للرعب إيران لن تستخدم هذه القنبلة النووية. اللافت كان في السنوات الماضية عند الأمريكيين يقولون مهما كانت نتيجة الحرب في اليوم الثاني سيكون اليوم أفضل مما من اليوم الثاني لو كان عند إيران قنبلة نووية. أولا أنه الاعتماد أوباما هو على
العقوبات الاقتصادية والعقوبات المالية والإلكترونية وهالمجرى التي بدأت تؤثر ويعتبر أنه هذه العقوبات أثرت على إيران واستمرار قد يكربج التحرك الإيراني ويدفع إيران إلى أن توقف يجبر إيران توقف امتداداتها في العالم العربي وفي العالم الإسلامي إضافة إلى الاستنزاف في سوريا أيضا المالي والاقتصادي ليس فقط طبعاً. السياسي أو العسكري إيه. وفي لبنان كمان ضغط بتصير ضغط على حزب الله إمكانية مساعدة حزب الله بتقل وهذه منيحة جيدة لإسرائيل بالنسبة لذلك فهو سيحاول بعد أنا أعتقد أنه السنتين الأولتين لن يكون هناك حرب والأمريكيون عكس نتنياهو يعتبرون أنه أولا القرار لم يتخذ بشأن تخصيب نووي لقنبلة ذرية بالعكس الإيراني يقول نحن ضد حتى مفهومنا الديني صحيح حتى مفهوم ديني ثانيا أنه عندما يتخذ هذا القرار إيران أو أي بلد آخر بحاجة حوالي 6 أشهر لتجهيز الأجهزة وغيرها من أجل صنع القنبلة الذرية طيب يعني بجميع وبعدين الأحوال في عندك 6 أشهر ثانية مش قبل بسنة بصير عند إيران قنبلة ذرية يعني بفهم من كلامك أنه قبل سنتين الأمريكي لن يقدم على أي خطوة عسكرية مهما كان الأمر قبل اتخاذ القرار والبدء بالتجهيز لصنع القنبلة لن يكون هناك حرب طب برأيك الأمريكي بيعرف إذا كان عند إيران قنبلة ولا لا يبدو أنه متأكدين من الأقمار الصناعية من الجواسيس اللي عندهم يعني بتعرف الإسرائيليين استطاعوا أن يقتلوا عدة علماء صحيح يعني عندهم ويقولون أنه يلزمها تجارب خاصة وهي تجارب واضحة رغم أنه في كتاب صدر في فرنسا قبل فترة اسمه القنبلة الإيرانية لكاتبة فرنسية يهودية توفيت في العام الماضي يقول أنه انقطعت إيران العام 2010 فهي حكما تتجه نحو تصنيع القنبلة النووية على كل حال يبقى ذلك في إطار التكهنات لنرى ما قاله الرئيس أوباما حول إيران في حملته الانتخابية طالما أنا رئيس الولايات المتحدة إيران لن تحصل على السلاح النووي لقد أوضحت هذا الأمر عندما جئت إلى السلطة ثم نظمنا أقوى تحالف ضد إيران وفرضنا أقصى العقوبات في التاريخ عليها لقد شل اقتصادهم وانخفضت قيمة عملتهم بنسبة 80% وتراجع إنتاج إيران النفطي إلى أدنى مستوى له منذ كانوا يخوضون حربا مع العراق قبل 20 عاما لقد أصبح اقتصادهم في حالة فوضى والسبب وراء قيامنا بهذا هو لأن وجود إيران نووية يمثل تهديدا لأمننا القومي وتهديدا لأمن إسرائيل القومي إيران الآن أمام خيار من اثنين يمكنها أن تأخذ الطريق السياسي وتنهي برنامجها النووي أو أنها ستضطر إلى مواجهة عالم متحد ضدها ورئيس للولايات المتحدة هو أنا وقد قلت إن كل الخيارات مطروحة أمامنا على الطاولة هذا ما قاله إذن الرئيس الأمريكي في حملته الانتخابية معنا الآن من واشنطن مدير مكتبنا دكتور منذر سليمان دكتور منذر أنت معنا الآن نعم اسمعوني طيب أهلا وسهلا بك وشكرا على أسمعك جيدا كل التغطية طيلة الليل الفائت تعبتم معنا كثيرا هذه الليلة وددت أن أسألك في طبعا حين نتحدث عن خيارات أوباما المقبلة حيال إيران وإسرائيل أو إيران وسوريا بالدرجة الأولى دائما يحكى عن لوبي موجود في الكونغرس في مجلس النواب في مجلس الشيوخ هذا اللوبي هو الذي يؤثر بالدرجة الأولى على قرار أي رئيس نذكر إلينا روس ليتنن نذكر أنجل نذكر جو ليبرمان وغيرهم هل هذا واقعي هذا الكلام هل هناك لوبي فعلا الآن يريد ضرب إيران يريد ضرب سوريا وأسقاط النظام هناك لوبي طبيعي مؤيد لإسرائيل داخل الكونغرس ربما تعتبر مواقع الكونغرس أنها المواقع الصهيونية المحتلة داخل الولايات المتحدة بمعنى أن ربما الخارجية هناك بعض النفوذ لمؤيدي إسرائيل أو حتى في مجلس الأمن القومي أو في وزارة الدفاع ولكن الأمر المؤكد أن الكونغرس بتركيبته من الحزبين هناك قاعدة عريضة تؤيد دائما وبصورة مستمرة لإسرائيل ولكن هناك فروقات بين ممارسة الضغط لإلزام سوريا نفترض أو إيران
باتباع سياسة ونهج ما مرغوب من الولايات المتحدة، وبين الإقدام على الدعوة إلى الحرب مباشرة. ربما يكون هناك دعوة لمزيد من تجديد العقوبات، للعزل السياسي، لمحاولة تأييد الحرب بصورة ما، ولكن ليس بصورة مباشرة، بمعنى أن الكونغرس لن يأخذ قرارا بالحرب عمليا، وبالتالي هناك تهيئة للمناخ الإعلامي السياسي الرأي العام دائما يساعد الكونغرس في ذلك، بالإضافة إلى أيضا مراكز الأبحاث المؤيدة لإسرائيل، مراكز الفكر التي تروج الإعلام الدعائي. ولكن أنا أعتقد أننا الآن أمام مرحلة جديدة، مرحلة إعادة تقييم. أوباما نفسه يحتاج إلى أن يعيد ترتيب إدارته، وهناك أيضا هذه الفترة الزمنية ستكون عدة شهور، لأن تغييرات ستتم في نطاق فريقه من مجلس الأمن القومي، وأيضا هناك استحقاقات تتعلق بالانتخابات الإسرائيلية من جهة، وتتعلق بالانتخابات الإيرانية نفسها. إذن هناك نوع من الفترة الطبيعية القائمة، رغم محاولة إسرائيل ونتنياهو أن يفرض جدولا زمنيا يتعلق بالربيع القادم أو بالصيف القادم، ولكن أوباما لن يخضع الآن بعد نجاحه وفوزه، لن يخضع للجداول الزمنية التي يمليها لا نتنياهو ولا غيره. علينا أن نعتبر دائما أن إسرائيل هي وكيل وتابع، وليست هي مهما كانت طيب قوتها داخل الكونغرس، ليست هي المقررة. دكتور مندر، يعني أنا سألتك طبعا بشكل محدد حول هذه الأسماء التي ترد دائما، وردت في السابق بالنسبة لقانون معاقبة سوريا كما تذكر، وردت أيضا في مسألة السودان، في الدفع باتجاه حماية دارفور، تقسيم السودان فيما بعد، هي نفسها نراها الآن تضغط باتجاه ضد سوريا أو ضد إيران، هي نفسها التي رأيناها تتحرك نصرة لإسرائيل بعد حرب غزة. يعني حين نتحدث عن إلينا روس، عن ليتنن، وعن إنجل، وعن جو ليبرمان، وعن جو بايدن، يعني كل هؤلاء، هل هذا فعلا، هل هناك فعلا لوبي يتجه نحو الحرب، يستطيع أن يدفع أوباما أو لا، هو قد يتحرر أكثر في الولاية الثانية؟ أنا أعتقد أنه يستطيع التحرر أكثر، بالإضافة إلى أن الرئيس عادة، لنتذكر لنعكس الآية، عندما كان بوش الإبن يرغب في شن الحرب كان الكونغرس لا يرغب، وأعطي تفويضا ملتبسا إذا نذكر جيدا هذا الأمر، وكان الرأي العام الشعبي ضد الحرب، ومع ذلك شن الرئيس. إذن الرئيس يتمتع بهامش أوسع بسبب طبيعة النظام الرئاسي. صحيح أن الكونغرس يستطيع أن يكبح جماح الرئيس، يستطيع أن يتدخل في الشؤون الخارجية، ولكن قانون سلطات الحرب يعطي للرئيس فرصة غير عادية بأن يتخذ قرارا بشن الحرب، وأن ينتظر الكونغرس حوالي شهرين على الأقل لكي يساند قراره أو يمتنع عن تأييد قراره، وبالتالي لا يفرض، لأن كل قرار حرب يفترض ميزانية ترافقه، وليس ميزانية محدودة. هذه الميزانية لا يمكن إلا للكونغرس أن يؤيدها، هذا الكونغرس هو الذي يصرف وينفق عليها. ما أستطيع أن أؤكده أن الجماعات التي ذكرتها وغيرها من القوى النافذة داخل الولايات المتحدة ترغب في تغيير النظام، مثلا في سوريا ترغب في تغيير النظام في طهران، ولكن هل ستصل إلى حدود أن تقنع أوباما بشن هذه المغامرة في وقت أنه أعطي فرصة جديدة من قبل الشعب الأمريكي، ليس لسياسته الخارجية بالدرجة الأولى، بل لأنهم يعطى فرصة لإعادة تنظيم وضع الاقتصاد الداخلي، بمعنى أنه لم يقتنع الشعب الأمريكي والناخب الأمريكي بأن رومني شكل البديل المقنع، إنما هو يحاول وسيحاسب أوباما أو سينتظر من أوباما أن يركز جهوده أكثر على الجوانب الداخلية. شكرا لك دكتور منذر، أعود إليك سعادة السفير، تريد التعليق على هذا الكلام، تفضل. أولا الكونغرس لا يستطيع إجبار الرئيس لشن الحرب، الكونغرس يستطيع وقف الرئيس لشن الحرب عدم رصد أي مال للحرب، لكن ليس العكس صحيح. ثانيا، اليوم ما بعرف متى تبقى الجو غير ملائم لأي حرب، لا عسكريا ولا سياسيا ولا اقتصاديا ولا شعبيا حتى.
الأمريكيين تعبانين من الحرب. يعني ولا يمكن تصديقا لكلامك سعادة السفير اليوم في كلام أوباما كان لافت الكلام أنه الحملات العسكرية لم تعد في وارد الحاضر الآن وكأنها صارت خلف ظهرنا، يقول بشكل صريح لن يشن حروبا جديدة، إضافة أنه الوضع الاقتصادي على ما يبدو في 16 تريليون دولار من الديون المتراكمة على أمريكا. هل تستطيع أن تشن حربا وسط كل هذه المشاكل الاقتصادية؟ يعني في المنحة الاقتصادي هي هل تستطيع يؤثر؟ هي تستطيع طبعا تؤثر. هي تستطيع لأنه ناس مثلك ومثلي خارج الولايات المتحدة مستعدين يحملوا دولارات، فهي تستطيع طبع الدولارات بس هذه طبعا بتأثر كثير على الاقتصاد. لكن أكثر من الاقتصاد هي أنه الحس الشعبي والسياسي والعسكري ليس مع الحرب بتاتا أبدا، ولا حتى ضد إيران، ولا حتى ضد إيران، إلا يعني لازم أن يكون هناك تهيئة قوية لحرب عندما يريدها، ولم تبدأ هذه التهيئة. في بعض ما يكتب الآن في الولايات المتحدة الأمريكية، مثلا المستشار السابق للرئيس الأمريكي باراك أوباما دينيس روس يقول أنه العام 2013 سيكون عام الحسم الذي سيتقرر فيه ما إذا سيتم اعتماد الحل الدبلوماسي السياسي أو العسكري للملف النووي الإيراني. أود فقط أن نشكر الدكتور منذر، يبدو أنه لا يزال معنا. شكرا دكتور منذر، نلتقيك طبعا في النشرات المقبلة. هل هذا صحيح، سيكون عام 2013 عام الحسم؟ أنا لا أعتقد ذلك، والكل يتوقف على مفاوضات إذا صارت ما بين إيران والولايات المتحدة، ويتوقف على القرار الإيراني. الولايات المتحدة لن تشن حرب على إيران دون أن يكون هناك قرار إيراني وبدء التجهيز لصنعها. طيب، تقرير واشنطن للشرق الأوسط الذي يصدر 9 مرات سنويا منذ عام 82 يقول إن طموحات إيران النووية لا تشكل خطرا وجوديا على الولايات المتحدة، وإذا استطاعت أمريكا أن تتعايش مع اتحاد سوفيتي نووي وصين نووية وكوريا الشمالية نووية، فإن بإمكانها التعايش مع إيران نووية، وأن تسمح للهند والباكستان يكون على نووي. وباكستان عندها أنا موقف زميل لدينيس روس اسمه أرم ميلر كتبه عدة مرات، قال هذه يعني القصة مع إيران مثل قصة قص الحشيش بالولايات المتحدة، يعني بتقصه بس أسبوع الجاي بده ينبت، هنيك انه بعد سنه سنتين رح ترجع ايران وتجرب. فبس بهالوقت هيدا بكون في صار حرب اقليميه كبيره. لكن في من الرئيس اوباما التزام بعدم هالشيء، بعدم حصول ايران على قنبله ذريه. الحل العسكري مستبعد الآن. على الاقل تتحدث عن عامين. الحل السياسي التفاوضي يمكن ان يصل الى مرحله الصفقه مع ايران، يعني أنا بعتقد الأمريكيين مستعدين لهيك شيء، يعني يعني يقال أهلا وسهلا بإيران في المجتمع الدولي والإقليمي. وأنا بعتقد إنه إذا بصير في صفقة بروقوها شوي بسوريا، بتروق شوي أكثر بسوريا لصالح النظام، لصالح النظام ولصالح السلام بسوريا. يعني على الأقل بصير في قوة يعني عم تخفف شوي من هالقتل والدمار اللي عم يصير بسوريا. لكن وقيل قبل الانتخابات صار في خبر انه رح تبدا قريبا وبعد الانتخابات، لكن الاداره نفيتها. يمكن الايرانيين مثل ما عملوا مع ريغان، وبتتذكر وقت الكارتر صحيح الـ40 سجين صحيح، ايه يمكن بلشوا الايرانيين يعملوا خطوات، وفي استعداد امريكي لذلك. على كل حال نحن لدينا معلومات شبه اكيده انه الايراني حاول، الامريكي حاول مع الايراني في فتره معينه، وكان جواب من اعلى السلطه ايرانيه انه لم يحن الوقت بعد، لننتظر الانتخابات ونرى فيما بعد، وكانه بس. ولكن في نفس الوقت انه الايراني هدأ قبل الانتخابات، يعني لم يصعد ولا على اي جبهه عمليا. هل كان ذلك استعداد لتفاهم مقبل؟ وهيلاري كلينتون تحدثت قبل ايام قليله، يعني عادت وحثت الايراني على التفاوض مع الغرب. هلا بدون شك الايراني ما تبين انه تدخل بالانتخابات الامريكيه مثل ما تدخل نتنياهو، لكن سكوته كما ذكرت هو عامل ايجابي لاوباما. فمن هون يعني ما بستغرب انه الايرانيين في الاسابيع القادمه انه يعملوا خطوه، وان شاء الله
يعملوا خطوه بهالاتجاه، لانه اوباما مستعد بعتقد لا، وهو بحب يمكن بيوم تتويجه رئيس لمده ثانيه انه يحكي عن هالشيء هيدا ويحكي عن سلام دائم في العالم. على كل حال سنرى اذا ما كان هذا التفاهم ايضا قد يخدم الوضع في سوريا، نعم ام لا. نتحدث عن اوباما وسوريا بعد الفاصل من قناه الميادين ولعبه الامم، ابقوا معنا سنستمع الى موجز اخباري ونعود. مرحبا بكم مجددا أعزائي المشاهدين لمواصلة برنامج لعبة الأمم من قناة الميادين. نتحدث فيها هذه الليلة عن الرئيس الأمريكي باراك أوباما، كيف سيتصرف مع إيران وسوريا؟ هل سيعتمد خيار عسكري خيارا عسكريا أم أنه سينحو باتجاه الصفقة السياسية؟ وفق ضيفنا في الجزء الأول سعادة السفير اللبناني السابق في واشنطن عبد الله أبو حبيب، الاتجاه نحو التهدئة الآن، وإن كان الحرب يعني ستقع يوما ما فليس قبل عامين. طيب لنرى ما قاله الآن الرئيس الأمريكي بشأن سوريا، بشأن هذا الملف المعقد بالنسبة للأمريكيين، خصوصا أنه كان دعا لرحيل الرئيس الأسد منذ أكثر من عام ونصف. ما قمنا به هو تنظيم المجتمع الدولي تحت عنوان أن على الأسد أن يرحل. لقد حشدنا العقوبات ضد حكومته من أجل التأكيد على عزلها، إلى جانب تقديم المساعدة الإنسانية ومساعدة المعارضة على تنظيم وضعها. أنا على ثقة بأن أيام الأسد أصبحت معدودة، لكن ما لا نستطيع قبوله هو ما اقترحه الحاكم رومني في بعض الأحيان بأننا يجب أن نزود المعارضة السورية بالأسلحة الثقيلة على أساس أنه اقتراح بسيط سيبقينا في أمان على المدى الطويل. واضح سعادة السفير انه يقول انه كانت ايام الاسد معدوده، طيب يبدو العد عنده طول شوي. اي كان لازم يقول سنوات الاسد. لا طب ليك، الولايات المتحده ما عندها مصالح بسوريا بتاتا، يعني من ثم انه كيف انت بدك تبرر هجوم على سوريا؟ ثانيا النابل بليبيا انه اجوا يدعموا الفرنسيين والبريطانيين اكثر ما هن بلشوا الحرب ضد ليبيا. وبعدين عندهم طار على القذافي، تذكر لوكربي وغير لوكربي وبارات مره بالمانيا عمل، بتعرف الاشياء. في تسجيل شعبي داخلي بيساعد الامريكي بالرغم من انه القذافي بالاخير كان قريب كثير من الامريكيين، بلشت من ايام بوش. هلا بهون بقضية سوريا كمان النتيجه، اذا خلصت من النظام اليوم طيب شو بيطلع النتيجة؟ بتطلع مثل ليبيا، مرتاحين هن بليبيا، حتى مش مرتاحين بمصر وبتونس الأمريكيين، طبعا ما بيقولوها بيتعاملوا مع النظام اللي بيجي، لكن منهم مرتاحين بمصر وبتونس وبليبيا. بسبب الحركات الجهادية السلفية، التمدد الإسلامي. اللي ضد الولايات المتحدة كما شاهدنا بنغازي يعني. مقتل السفير. هلا هون بتصير إنه هن ضد النظام، هن ضد الرئيس من دون شك. هذه ما فيها شك فيها، لكن مش عارفين شو يعملوا. من بعد هذا الحوار اللي صار بين المرشحين، حكي بواشنطن انه اوباما ما عنده contingency plan، يعني خطة رديفة انه اذا ما مشي الحال هيك شو بنعمل، ما عنده هالخطة ابدا، ما طلب من الادارة ان تقوم بخطة كيف ننتهي من بشار الاسد. الان المطروح رفع تسليح المعارضة وتقديم أسلحة مضادة للطائرات لتغيير جزء من هذه المعادلة. البعض يقول أنه هناك قلق فعلي أن تقع هذه الأسلحة في أيدي جهاديين فيما بعد، لذلك يصار الآن إلى إعادة هيكلة القوات العسكرية المعارضة في الخارج، وأيضا إعادة تشكيل هيئة سياسية في الخارج لكي تتسلم هي السلاح. هل يستطيع أوباما أن يمضي سريعا باتجاه تسليم أسلحة متطورة للمسلحين في سوريا؟ في خبر اجى بعتقد واشنطن بوست الاسبوع الماضي انه الولايات المتحدة، اللي كنت سمعته قبل باسبوع انا بواشنطن، ان الولايات المتحدة بدها المعارضة تجتمع بتجمع مجلس صغير حوالي 20-30 شخص، يكون عنده لجنة تنفيذية نقدر نحكي معهم نعرف مني قبل ما نحاول نساعدهم بأي طريقة كان. لغاية هلا
وبده أكثر هذا المجلس أن يمثل الداخل المعارضة في الداخل أكثر من يمثل الخارج، لأن تجربتهم بالعراق لقيت أن المعارضين الخارج ما كتير بيعرفوا شو صاير بالداخل. طيب. فمن هون أنا قبل ما يصير في وحدة المعارضة ما في بحث أبدا بإعطائه سلاح ولا أعطاهم أي شيء، ويعدوهم بدي يعطونا شيء كثير بس ما أعطوهم شيء. دعنا سعادة السفير لو سمحت لي نستمع إلى وجهتي نظر، وجهة نظر رسمية سورية يعبر عنها النائب خالد العبود عضو مجلس الشعب، ووجهة نظر معارضة للسيد ملهم الدروبي وهو في عضو في المجلس الوطني المعارضة، تحدث إلينا من الدوحة. أبدأ معك أستاذ خالد، هل الآن الصورة أوضح بالنسبة لكم في سوريا وقد أعيد انتخاب باراك أوباما، وكيف تنظرون إلى هذا الانتخاب؟ هل هو مقلق أم مريح لكم؟ بداية أخي سامي اسمح لي أن أتوجه لك بالتحية شخصيا. شكرا لك. لضيوفك جميعا والسادة المشاهدين جميعا أيضا. أنا لا أستطيع أن أتحدث بصورة رسمية 100%، لكن أستطيع أن أقرأ المتخيل العام لدى القيادة السورية والتوجه العام لدى القيادة والمؤسسة الرسمية السورية. أنا أستطيع أن أفيدك في التحليل، خاصة وأنني تابعت هذا الملف السوري، ملف الأزمة السورية لشهور عديدة. نستطيع أن نقول بأن أوباما نجح بفضل إلى حد بعيد، ساهمت دماء السوريين بنجاح أوباما، وأعتقد بأن هناك اتفاقا كنت قد أشرت له في التحليل وليس في المعلومات والمعطيات، أن هناك اتفاقا روسيا مع أوباما لجهة تمريره في محطته الانتخابية الثانية. ولم يفاجئني أنا شخصيا نجاح أوباما، ولكن أستطيع أن أقول أنه بناء على هذا النجاح هناك مجموعة من السيناريوهات والمحطات القادمة التي سوف تنتج حالة فض اشتباك في المفصل السوري. هذا يحتاج إلى زمن بسيط، ويحتاج أيضا إلى إعادة إنتاج الأدوات التي استعملت في حالة الاشتباك في المرة الأولى. هذا ما لاحظناه من خلال التركيز على حل ما يسمى بمجلس اسطنبول، والعمل على إعادة إنتاج أدوات جديدة مع دائرة أوسع لجهة بعض الأسماء في المعارضة أو بعض الأسماء المثقفين السوريين في الخارج أو في الداخل. إذن أنا أستطيع أن أقول أنه كان مطلوبا أن يكون أوباما رئيسا لمحطة انتخابية ثانية لولاية ثانية، وكان مطلوبا أيضا أن يكون على رأس حالة فض الاشتباك في المفصل السوري. لا أعني فض اشتباك بين الأمريكي وبين السوري، لا، أنت في برنامجك هذا تتحدث عن لعبة الأمم، وأعتقد أن هذه المحطة التي مرت هي جزئية بسيطة من لعبة الأمم في القرن 21. طيب ابقى معنا لو سمحت أستاذ خالد العبود. ننتقل الآن إلى الدوحة، هناك يعقد طبعا مؤتمر واسع للمعارضة حاليا من أجل إعادة تشكيل هذه المعارضة، وكان المجلس الوطني توسع قليلا في اليومين الماضيين، ضم إليه الكثير من رموز المعارضة أيضا في الخارج. الدكتور ملهم أنت معنا على الخط لو سمحت. نعم تفضل. طيب وددت أن أسألك، حكي السيد خالد العبود عدة مسائل مهمة، أنه الآن نحن في مرحلة فض اشتباك، أنه الدماء السورية ساهمت بإنجاح أوباما، أنه هناك اتفاق روسي أمريكي لجهة تمرير هذه الانتخابات وإنجاح أوباما، وطبعا الأمريكي كان تحدث قبل هذه الانتخابات فعلا عن إعادة هيكلة المجلس الوطني، قالت هيلاري كلينتون أنه المجلس لم يعد كافيا لتمثيل الجميع ولابد من ضم العديد إليه، إن كان من المسلحين أيضا في الصفوف الأمامية أو من المعارضات الأخرى. الآن وقد أعيد انتخاب أوباما، كيف تنظرون في المجلس الوطني وفي المعارضة بشكل عام إلى هذا الانتخاب؟ شكرا سيدي الكريم. أفضل ما في الانتخابات الأمريكية أنها انتهت. الإدارة الأمريكية التي كانت موجودة أوباما كانت بالتأكيد مشغولة عن أي قضايا خارجية بالشأن الداخلي بشأن الانتخاب الداخلي له. فنحن بعد أن انتهت هذه الانتخابات وفاز السيد أوباما مرة أخرى، نعتقد أنه قد تأخذ القضية السورية أولوية أعلى مما كانت عليه في المرحلة الماضية التي كان أوباما والإدارة الأمريكية مشغلة بها.
قد يعني تعليق السيد عبود على أن دماء السوريين شاركت في انتخاب أوباما مرة أخرى، يعني أنا أعتقد أنه هذا ذهب مذهبا بعيدا جدا في تقدير الأمور. نحن الذي يعنينا من الانتخابات الأمريكية وغير الأمريكية هي القضية السورية، وهي بالنسبة لنا المرتبة الأولى من أولوياتنا. أولوياتنا حق دماء السوريين، أولوياتنا تحقيق مطالب الشعب السوري الوصول إلى دولة حرة ديمقراطية، وكي يتحقق هذا الأمر نحتاج رقم واحد أن تستمر هذه الثورة، رقم اثنين أن نحصل على دعم من المجتمع الدولي ومن الشعب السوري لاستمرار هذه الدولة لتحقيق مطالبها. لكن ذكرنا مرارا وتكرارا أننا ممكن أن نصل إلى هذا الشيء بطرق قصيرة أكثر بكثير من الذهاب إلى يعني هذه الصراعات، بأن يعني يستقيل بشار الأسد من رئاسته لسوريا، وأن يعطي الشعب السوري حقوقه في انتخاب رئيسا جديدا وحكومة جديدا يقوم الشعب السوري بانتخابها. الإصرار من قبل بشار الأسد على البقاء في كرسي الحكم رغم عشرات الآلاف من الشهداء الذين ذهبوا ضحية هذه الصراعات إنما يتحملها بالدرجة الأولى بشار الأسد. طيب دكتور ملهم، يعني أنا دعنا نحاول أن نفهم قليلا أيضا، لا يمكن الحديث عن وضع داخلي فقط سوري بين معارضة وبين سلطة، يعني في لعبة دولية أيضا تدور حاليا في سوريا، في تنافس واضح بين محورين، هناك اشتباك كبير حصل بين الروسي والأمريكي. الآن بعد أن أعيد انتخاب الرجل، واضح أنه كان بين أوباما وبين فلاديمير بوتين، يعني كان في وعود وسمعناها على التلفزات، يعني كانت غير مقصودة أنه يتحدث بوتين وقال له دعني أمرر هذه الانتخابات. طيب حين تحدث الآن عن استمرار الثورة وأنه لابد من رحيل الرئيس بشار الأسد، أمس وكأنه فلاديمير أو سيرجي لافروف وزير الخارجية كأنه عطى الإشارة الأولى لما بعد الانتخابات وتعمد الحديث عشية الانتخابات أنه لا يمكن الآن الحديث عن رحيل بشار الأسد، لابد من الحوار أولا. طيب على أي أساس سيبنى هذا التفاهم الأمريكي الروسي، وهل تستطيع المعارضة تخطي مثل هذا التفاهم إن حصل؟ ليس للسيد وزير الخارجية الروسي أن يقرر مصير الشعب السوري وأن يقول أنه لابد من بقاء بشار الأسد، هذا يعني تدخل سافر في حقوق الشعب السوري. من حق الشعب السوري أن يقرر من يكون رئيسه ومن تكون حكومته، والشعب السوري بعد أن قدم عشرات الآلاف من الشهداء ومئات الآلاف من المفقودين والملايين من النازحين واللاجئين، من حقه أن يحصل على حريته ويحصل على حقوقه المشروعة وحقوقه العادلة. طبعا هذا الأمر لا يتم بمعزل عن المجتمع الدولي، الكون كلياته قرية صغيرة، ما يجري في أمريكا وما يجري هنا وهناك يعني له تأثيراته في المناطق الأخرى. الاتفاق الروسي الأمريكي أنا أستبعده، أن هناك اتفاق روسي أمريكي لإبقاء بشار الأسد في الحكم، قد يكون من المناسب أن يكون هناك حل سياسي للأزمة السورية بأن تتفق القوى العظمى بما فيها موسكو وطهران وواشنطن وباريس وقطر وغيرها على حل سياسي يحقق للشعب السوري مطالبه العادلة، وهذه المطالب لا يمكن أن تتحقق ببقاء بشار الأسد على كرسي الحكم. طيب دكتور ملهم ابقى معي لو سمحت أنت أيضا، أعتقد معنا الآن الخبير الاستراتيجي في مركز الأهرام في القاهرة دكتور عمر الشوبكي. مساء الخير دكتور عمر، تسمعنا؟ مساء النور، أهلا يا أستاذ. أهلا بك. أسمعك بشكل واضح. نعم. طيب لا أدري إذا كنت استمعت إلى ضيفينا السوريين، يعني وجهة النظر التي عبر عنها وجهة نظر القريبة من النظام السيد خالد العبود عضو مجلس الشعب، تقول نحن نتجه إلى صفقة روسية أمريكية وإلى فض اشتباك بالأحرى. السيد ملهم الدروبي عضو المجلس الوطني المعارض يؤكد العكس، أنه لا يمكن أن يكون اتفاق الآن بين الطرفين. برأيك أي نهج سينتهج الرئيس أوباما في المرحلة المقبلة حيال الملف السوري؟ أعتقد أن هناك صعوبة شديدة جدا للوصول لاتفاق ناهيك عن صفقة،
وفي الحقيقة أن الوضع السوري تعقد في الفترة الأخيرة نتيجة أداء متشابه لكل النظم العربية القديمة بدءا من تونس بن علي مرورا بمصر مبارك ثم ليبيا القذافي وانتهاء بسوريا بشار الأسد. كل الحلول التي شهدتها كثير من تجارب الأخرى والتي كان في لحظة تاريخية ما كان يمكن لبعض هؤلاء القادة أن يجروا إصلاحات حقيقية في بنية النظام السياسي وأن يراجعوا كثير من الخطوات التي اتخذوها وللأسف لم يقوموا بذلك. والمدهش أن حين يطالب الشعوب العربية بذلك بمثل هذه الإصلاحات نسمع حديث الصفقة والمؤامرات الخارجية رغم أنه كان هناك إمكانية في سوريا ربما على خلاف حالة القذافي يعني حتى مطلب أن يستقيل بشار الأسد الذي جاء بالحكم بالتوريث ومستمر منذ أكثر من 10 سنوات وكأنه هذه جريمة حين يطالب معارض سوري أو مواطن عربي رئيسه بالتنحي أو الاستقالة حقنا للدماء وبصرف النظر عن يعني اعتبارات كثيرة وتعقيدات في المشهد السوري الحالي. ومن هنا أعتقد أن إذا حاولنا أن نربط هذا المشهد بما يجري في الولايات المتحدة وخاصة بعد انتخاب أوباما، أوباما يعني جاء على خلفية رئيس يحاول أن يفكك الإرث الرئيس بوش وإرث الجمهوريين في عدم استخدام القوة الأمريكية مباشرة وخاصة بعد الفشل الأمريكي في العراق وقبلها في أفغانستان وأيضا الحذر الشديد في الدخول في دعم مسلح لأي فصائل معارضة ودعنا نذكر هنا أنه في الحالة الليبية كانت فرنسا ساركوزي هي السباقة في دفع الناتو وربما لأول مرة مقارنة بالتدخلات الأمريكية السابقة لضرب ليبيا وبالتالي هناك حذر في الإدارة أوباما وأعتقد أن هذا الحذر سيستمر لبعض الوقت ولكن على في النهاية المشكلة برمتها هي مشكلة في جوانبها الداخلية وأسباب تفاقمها تعود إلى الداخل السوري حتى لو كانت هناك حسابات إقليمية وحسابات دولية تستثمر هذا الصراع المسلح هذه قضية أخرى المسؤولية الأولى طيب. تقع على النظام القائم وهذه مسألة للتاريخ طيب دكتور عمر يعني بعيدا عن على من تقع المسؤولية على النظام أو على الآخرين يعني ليس هذا هو المحور الأساسي أنا أحترم طبعا ما تفضل به ولكن السؤال المركزي يعني هل نحن نتجه الآن إلى صفقة معينة روسية أمريكية إلى حل معين داخل سوريا حتى ولو اتفق الرجلان ربما على مرحلة انتقالية على انتخابات ربما سابقة لأوانها على أن يقرر الشعب السوري في مرحلة مقبلة هل يريد الرئيس بشار الأسد أو لا يريده هل يمكن القول أنه بالفكر الأمريكي فكر أوباما يمكن أن نتجه بهذا الاتجاه وأريد لو سمحت جوابا قصيرا سأعود إليك بالتفصيل بعد لحظات اوكي هنا اتضح السؤال لاني في الحقيقه يعني لما استمع بشكل جيد سؤالك هذا احتمال قائم مع البراجماتيه الامريكيه ومع انهاك كلا الطرفين من هذا الصراع الدموي الممتد واحساس انه لن يستطيع كل طرف ان يحسم الامور على الاقل في المستقبل المنظور لصالحه ربما يكون هناك توافق ما على تاسيس لمرحله جديده لن يكون فيها بشار الاسد طيب سعاد سفير سأعود إليك بعد لحظات اسمح لي فقط لأنه الدكتور ملهم الدروبي يعني كان قال لنا قبل البرنامج أنه وقته سيكون قصيرا لأن الجماعة منهمكون في قطر حاليا في المجلس الوطني وفي تشكيلات المعارضة الجديدة دكتور ملهم يعني كيف تتصور الخطوات القريبة المقبلة الأمريكية حيال المعارضة السورية هل ننتظر مثلا تسليحا رفع مستوى التسليح تسليم صواريخ مضادة للطائرات كما يقول البعض شكرا أخي أريد أن أؤكد أن الأصل هو المعارضة السورية والشعب السوري الثائر وما تبقى هو عبارة عن يعني معنيين بالقضية السورية معنيين بما يجري على الأرض ومعنيين طبعا بالمجتمع الدولي وقضاياه والمجتمع الإقليمي وقضاياه نحن كمعارضة سورية وحدنا صفوفنا بفضل الله
ونزيد من تمثيل الثوار على الأرض من خلال المجلس ومن خلال المبادرة التي تقدم فيها رياض سيف، هي مبادرة جيدة كذلك. من المتوقع أن المجتمع الدولي، ليس فقط أمريكا وإنما باقي أصدقاء الشعب السوري، أن يقوموا بواجبهم الإنساني لحماية الإنسان السوري الذي، الطفل السوري الذي يذبح، والمرأة السورية التي تغتصب، والشيخ السوري الذي تهدم البيوت على رؤوسه. من المتوقع طبعا أن يقوم المجتمع الدولي بواجباته لحماية هؤلاء بما يستطيعون من تقديم دعم ومدد بكل أنواع هذا الدعم وبكل ما يحتاجه الشعب السوري من وسائل لهذا الغرض. لا خلينا يعني دعنا دكتور ملهم، اسمح لي بالمقاطعة عذرا، يعني دعنا نكون أوضح، يعني هل الأمريكي الآن وعد بتسليم أسلحة متطورة أكثر؟ هل أنتم واثقون من ذلك بعد الولاية الثانية لأوباما مثلا؟ أنت تضع السؤال خطأ أخي الكريم، معي سامحني. لا يعني ما هذا السؤال مطروح دكتور ملهم للأسف، يعني لا أنا أنت عم تسأل سؤال مثل لما واحد تاني بشوف رجل بالطريق بقول له يعني الحمد لله على سلامة أمك طلعت من السجن. طيب. لا هذا السؤال ما هكذا يسأل السؤال. السؤال هل المجتمع الدولي سيكون أكثر تفاعلا مع القضية السورية بعد الانتخابات الأمريكية؟ الجواب نعم، لأن الأولوية لدى الأمريكي كان هي الانتخابات الخاصة به. بعد انتهاء هذه الانتخابات بالتأكيد القضية السورية راح تأخذ مزيد من الاهتمام ضمن سلم الأولويات في المجتمع الدولي عموما، خاصة وأن المعارضة السورية يعني أصبحت أكثر تمثيلا للشعب السوري، أكثر توحدا وأكثر تنظيما. طيب قبل أن أودعك دكتور ملهم وننتقل إلى الأستاذ خالد العبود، سؤال أيضا مطروح الآن بقوة وسأصيغه كما أريد يعني لو سمحت لي، هل أنتم بصدد تشكيل حكومة فعلا انتقالية، حكومة منفى كما يشاع الآن؟ الجواب أن المرحلة الانتقالية التي تلي تنحي أو تنحيت بشار الأسد أو ما نسميه اليوم التالي تمت دراستها بعمق من خلال ورشات عمل عديدة ومتعددة، الآليات والوسائل أصبحت واضحة، والبحث في إنشاء حكومة مرحلية أو حكومة انتقالية لإدارة شؤون البلاد في المرحلة الانتقالية أصبح واجبا ونحن في هذا الصدد. شكرا جزيلا لك دكتور ملهم الدروبي. سيد خالد العبود، لا شك أنك استمعت إلى كل ما تفضل به السيد ملهم الدروبي، يعني واضح أنه في أمل لدى المعارضة بأن يزداد الدعم لها في المرحلة المقبلة، أراك تبتسم، لست مصدقا هذا الأمر؟ أخي سامي، فقط في تفنيد بعض العناوين التي مر عليها الزملاء، طبعا أنا لا أقبل إطلاقا أن يقول الرئيس الروسي أو وزير خارجيته بأن الرئيس بشار الأسد لن يرحل، لا أقبل مثل هذا الكلام، لكن إذا ما أضفناه وعكسناه على كلام آخر ردده أكثر من مرة أوباما بأن الرئيس بشار الأسد سوف يرحل، أنا أبرر وأعطي ذريعة للطرف الروسي عندما يقول هذا الكلام. الروسي عندما قال هذا الكلام لم يرد على طرف سياسي سوري ولم يقف في وجه السوريين أو خيارات السوريين، على العكس كان يقف في وجه الإملاءات الأمريكية باعتبار الأمريكي يمثل طرفا على الأرض وطرف في صراع دولي ولعبة أمم على مستوى المنطقة. فهو عندما رد لم يرد على فريق معارض سوري، هو رد على من؟ رد على الفريق السياسي الأمريكي. هذه واحدة. اثنين، عندما نتحدث عن النظم الاستبدادية والنظم هذه التي ثارت شعوبها عليها، أنا أريد أن أسأل سؤال أخلاقي وثقافي ومعرفي بعيد عن السياسة، هل فعلا كان زين العابدين أو مبارك أو القذافي أو بشار الأسد أو علي عبد الله صالح، هؤلاء كانوا ديكتاتوريين ومستبدين في حين أن بعض الأنظمة العربية التي تقوم على العائلة الواحدة والقبيلة الواحدة وممكن الأب الواحد والأسرة الواحدة هذه ليست مستبدة وهذه وبالتالي شعوبها لا تثور عليها؟ أعتقد أن هناك لعبة أكبر منا جميعا، لكن أتمنى علينا، أتمنى على نفسي أولا وعلى أخواني من بعدي أن نحلل وأن نقرأ جيدا ما الذي يحصل على مستوى المنطقة. اثنين، إذا سمحت لي فقط عندما نتحدث عن المجتمع الدولي، أنا أريد تعريف المجتمع الدولي، هل روسيا من المجتمع الدولي؟ هل الصين مجتمع دولي؟ هل الهند مجتمع دولي؟ هل إيران مجتمع دولي؟ دعنا نقول أن هناك فريقا دوليا يشتبك مع فريق دولي آخر
قوى تتناطح تشتبك على مستوى المنطقة، يعبر عن هذا التناطح بجملة أزمات وجملة تحريك ملفات. هذا هو الحاصل على مستوى أكثر من مستوى في المنطقة. الذين أنا للأسف أأسف وأحزن على أولئك الذين يدحشون، وآسف جدا لهذه المفردة، رؤوسهم على أنهم هم الصراع وهم جزء رئيسي من الصراع في حين أنهم يستعملون كأدوات. طيب. على مستوى المنطقة هذا. طيب. حصل يا أخي سامي. نعم. في محطات سابقة وهو يحصل الآن وسيحصل في المستقبل. طيب دكتور خالد، كنا نود أن نوقف الكلام عن سوريا الآن ولننتقل إلى موضوع آخر، ولكن يبدو أنه الكلام يستحق التمديد قليلا لو سمحتم في الإخراج. الأمريكي كان أول من قال سعادة السفير أنه، وهذا الكلام صدر عن ديمسي أو كلابر يعني بالأجهزة العسكرية الأمنية أو وزير الدفاع، أنه القاعدة هي التي اخترقت المعارضة، لم يكن أحد قد تحدث عن اختراق تنظيم القاعدة للمعارضة السورية. الأمريكي هو الذي طالب المجلس بتغيير وضعه وبالتوسع، أنه قال لم يعد يمثل المعارضة. الأمريكي هو الذي قال قبل فترة، نحكي عن المؤسسة العسكرية، لابد من بقاء الجيش وقوى الأمن في سوريا موحدين. هما طبعا هم قالوا لما بعد مرحلة الرئيس بشار الأسد. طيب واضح أنه في قلق أمريكي جدي من انتقال عدوى الجهادية المسلحة إلى سيناء، إلى سوريا، إلى العراق، إلى شمال لبنان، ربما أيضا إلى الأردن. هل المؤسسة العسكرية الأمريكية تفضل حلا سياسيا في سوريا وليس التهور في حرب مقبلة أو في عمل عسكري مقبل أو في تسليح المعارضة؟ لا، بل تشجع إلى حل سياسي. الموقف الأمريكي في من هالناحية يعني بشوفه، أولا أنه لن يكون اتفاق روسي أمريكي دون موافقة السعودية والقطر أو دول الخليج، لما فيها الاتفاق بيناتهم. ثانيا، المجتمع الدولي وصل، المجتمع الدولي حسب التصنيف انه الغربي هو حقيقه، لانه مثل ما قلنا، مثل ما قال الاخ عبود، انه روسيا وغيرها موجودين بالتاريخ. وصل لقناعه انه لا يمكن ان يكون هناك سلام باسقاط النظام وخلص النظام، بده يكون في مفاوضات. النظام برهن انه قائم وسيبقى، ونحن بحاجه لطريقه مفاوضات فيها. فهيدي على الطريقه اللبنانيه، بالبدايه يعتقدوا كثير ناس انه بنخلص من جهه وبنعمل. اليوم ما حل قضيه لبنان الا باتفاق، والقضيه السوريه بدها اتفاق. بفتكر اليوم الغرب اذا بتاخذ تصاريح الغربيين اليوم ما بيتلائموا مع اللي قاله الاخ دروبي، ملهم دروبي. ايه لا ما لا بيتلائموا اكثر انه بدها حل قضيه، مش بدها إنهاء عسكري إلى آخره. على كل حال، في نظرية في الولايات المتحدة الأمريكية لا شك أنكم تستمعون إليها في هذه الفترة، تقول أنه طيب في نهاية الأمر إذا حصل اتفاق روسي أمريكي وقرر الغرب يعني بما فيه الروسي والغرب الأوروبي والأمريكي يعني وضع حد للتمدد الإسلامي أو الجهادي، لابد من جيوش قوية، إذن يجب الحفاظ على الجيش السوري وعلى الجيش المصري. هذا اللي بنقوله دائما الأمريكيين، orderly transition، يعني انتقال السلطة بطريقة نظامية. شو معناتها؟ مفاوضات، هي اللي بدهم إياها، وإلا اللعبة بتصير مثل ما صارت بليبيا. في كلام طبعا كثير في الولايات المتحدة الأمريكية هذه الأيام عن مستقبل العلاقة الأمريكية مع سوريا. كنت أود أن نعود إلى كتاب قيم جدا لا شك تعرفه سعادة السفير، استراتيجية إسرائيلية جديدة نحو العام 2000. نلاحظ في هذا الكتاب الذي قدمه باحثان أيضا مهمان، أنه في كلام عن الدور الإسرائيلي في تجيش الولايات المتحدة الأمريكية ضد سوريا. طيب في الباحث في معهد واشنطن الأمريكي ديفيد شينكر، تعرفه؟ بعرفه. طيب يقول يجب أن تقوم الخطوة الأولى بالنسبة لأمريكا، يقول إن تفاقم الخطأ المبكر الذي ارتكبته الإدارة الأمريكية أولا بسبب الاعتراض على تسليح الانتفاضة، ومن ثم من خلال تركيز الجهود على المجلس الوطني السوري السيء الحظ، وبعدها من خلال تعهيد قيادة السياسة تجاه سوريا إلى الأتراك والفرنسيين، كانت كلها أخطاء. ويقول يجب أن تقوم الخطوة الأولى على وضع حد للاعتراض غير المبرر على تسليح الجيش السوري الحر، وفيما أسدت قطر والمملكة العربية السعودية خدمة مهمة مع توفيرهما أسلحة لدعم الثوار، يشار إلى أن ميل هذه الدول إلى تسليح المقاتلين الإسلاميين الذين سيسعون بلا أدنى شك
بعد الإطاحة بالأسد إلى تغيير أفاق سوريا الدينية المتسامحة والمعتدلة لا يصب لا في مصلحة سوريا ولا في مصلحة الأمريكيين. إذن هل القلق مبرر العسكري والسياسي دكتور شوبكي عند الأمريكيين برأيك؟ هل القلق العسكري من التمدد الإسلامي هو الذي قد يدفع نحو تسوية ترضي الجميع في سوريا؟ يعني هذا جانب، لكن في الحالة السورية هناك جانب آخر ربما يكون أكثر أهمية، وهو انهيار الدولة وليس سقوط النظام، تفكك الجيش، إعادة يعني أن نكون في حالة أشبه بما جرى في العراق. ليبيا ربما تكون المسألة كانت نسبيا أسهل، لأنه في الحقيقة القذافي لم يكن لديه دولة بالمعنى المؤسسي للكلمة، قضاء وجيش ومؤسسات تعمل حتى بالطريقة المصرية أو السورية أو التونسية، وبالتالي سقوط القذافي عنا أو سقوط نظام القذافي عنا تلقائيا سقوط الدولة. لكن في سوريا أعتقد فكرة الفراغ الذي يأتي في أعقاب انهيارات الجيوش أو تفكك الجيوش كما جرى في العراق، هذا سيفتح الباب أمام مستقبل يعني كارثي دعنا نقول لسوريا، وبالتالي هناك حرص من الجانب الأمريكي والمجتمع الدولي على أن يحدث هناك تغيير في النظام وأن يحافظ على ما تبقى من مؤسسات الدولة السورية بحد أدنى من التماسك وتحديدا الجيش. من هنا الضغوط ستكون في الحقيقة في هذه المساحة، لأنه لدينا في مصر رغم تماسك المؤسسة العسكرية ورغم مهنيتها ورغم انحيازها ولو في الأيام الأخيرة للثورة، ولكن نرى نتيجة الأوضاع في سيناء حجم الصعوبات الموجودة، التحديات التي يطرحها وجود نظام حكم سياسي ينتمي للإخوان المسلمين حتى لو كان جاء بانتخابات ديمقراطية، وفما بالنا إذا كانت نحن أمام تجربة يتفكك فيها الجيش وتتفكك فيها مؤسسات الدولة وتصبح البلد ساحة أخرى شبيهة بما جرى في العراق، فهذه ستكون كارثة على المنطقة، على دول الخليج، على الولايات المتحدة. وبالتالي أتصور أنه في هذه المساحة ستحاول الولايات المتحدة من خلال تواصلها مع أطراف دولية أخرى إلى أن تصل إلى يعني صياغات أو حلول تحافظ فيها على ما تبقى من مؤسسات الدولة ومن تماسك المؤسسة العسكرية. طيب ابقوا معي لو سمحتم، يعني سنواصل هذا البرنامج بعد فاصل قصير، سنتحدث أيضا عن مستقبل العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وكيف يصنع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية لنعرف كيف يمكن أن يتحرك الرئيس المقبل. دائما عبر قناة الميادين وبرنامج لعبة الأمة. مرحبا بكم مجددا أعزائي المشاهدين، نواصل برنامج لعبة الأمم، وفي حلقة ليلة نتحدث عن انتخاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما، كيف سيتصرف حيال سوريا وإيران. تحدثنا عن إيران، تحدثنا عن سوريا كثيرا، الآن هل يمكن أن يتصرف دون الاتفاق طبعا مع الروس ومع الصينيين؟ سنرى ذلك، ولكن كان لافتا هذه الأيام أنه الروس قرروا مراقبة الانتخابات الأمريكية، لبل أن قسطنطين دولغوف المكلف بقضايا حقوق الإنسان في وزارة الخارجية الروسية قدم تقريرا مفصلا وموثقا حسب ما يقول ب 56 صفحة للدوما الأسبوع الماضي عن أوضاع حقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية. تبين وكأنه الأمر إشارة إلى أنه كما تلعبون بداخلنا في روسيا سنلعب في الداخل الأمريكي. في هذا التقرير أنه 12 مليون فاصل 800 ألف أمريكي عاطلون عن العمل، 40 مليون شخص لا يتمتعون بضمان صحي. نظام العمل الأمريكي هو من بين الأضعف في العالم من ناحية حماية حقوق العمال، وأيضا في التقرير نفسه أن 46% من الأمريكيين لا يمتلكون منزلا،
وواحدا على خمسة من المواطنين لا تصل المياه إلى منازلهم ولا الكهرباء. ووفق جدول منظمة مراسلون بلا حدود، تراجعت الولايات المتحدة 27 مرتبة عام 2012. والتقرير يذكر أن 80 صحفيا تعرضوا لاعتداءات خلال تغطيتهم احتجاجات احتلوا وول ستريت. يعني من يقرأ هذه الإحصاءات لا يذهب إلى أمريكا، ربما تنقطع الكهرباء. لا هذه لا مثل لعبة الأمم شيء. الروس أنه مثل ما أنتم بتطلعوا تقرير ونحن بنطلع تقرير، في أشياء كثيرة، في أشياء كثيرة منها مضبوطة الولايات المتحدة، كان من ناحية البطالة أو من ناحية الصحة، بس مشروع أوباما للصحة هو بيعطي تغطية لمعظم هالناس. المشروع الذي أقر مؤخرا والذي ساعده في حملة الانتخابية، يعني أقر عام 2009 يعني وساعدته فيه، لأنه في عدد كبير من الأمريكيين ما كانوا مضمونين بالصحة، اليوم صار كله مضمونين. ففي كثير أشياء مضبوطة، لكن هذه لعبة الأمم. حرب باردة من نوع جديد. صحيح. طيب دكتور خالد العبود، الآن التوجه كما نرى محاولة من الطرفين للعب كل الأوراق في المنطقة. الروسي يلعب سولد كما يقال في سوريا، البعض يقول أن أمريكا إن انهزمت في سوريا فانهزم كل المشروع في المنطقة، وأن ربحت في سوريا ستربح ربما حتى ضد الروسي. ألا تخشون أن يبيعكم الروسي إن اتفق مع الأمريكيين مثلا؟ عظيم، يعني شكرا لهذا السؤال، لأنه أعتقد أنه سؤال مهم منذ اللحظة الأولى. لكن أخي سامي قبل ذلك بدي أعلق فقط على عنوان، لأنه مر احتراما للسادة المشاهدين. نحن جميعا كمثقفين كل لنا رأيه، لكن أيضا أن نمرر أمام السادة المشاهدين مقولة حرص أمريكي على الدولة السورية. لا، لما برجع أنا لمجموعة من الأرقام التي أمامي تتعلق بالطرق، تتعلق بالنقل، تتعلق بالمشافي، تتعلق بالمدارس، تتعلق بالجامعات، تتعلق بالضحايا، البعض يتحدث عن 40,000 ضحية في سوريا، أنا أقول لك زد على ذلك. لكن لماذا أنا أقف عند هذا الرقم وأنه دليل على أن الأمريكي ليس حريصا على الدولة؟ لأن أكثر من 12,000 شهيد من القوات المسلحة سقطوا من بين هؤلاء العشرات الآلاف. هذا يدلل إلى حد بعيد أخ سامي أن الأمريكي عندما انفتح على المنطقة لم يكن حريصا على الدولة السورية، لا من قريب ولا من بعيد. ونحن على الأرض، أنا أقول دائما لإخواني، خاصة إخواني العرب المثقفين العرب، أقول لهم تصوروا ما شئتم، خذوا المواقف التي تريدونها، لكن لابد من أن نعطي ما لدينا من معلومات على الأرض. المعطيات على الأرض مختلفة تماما عن تلك المعطيات التي تصدر في الإعلام ويشتغل عليها في الإعلام، إن كان في إعلامنا أو كان في الإعلام الآخر. أنا هنا أتحدث الآن بحيادية مطلقة، لكن سؤالك، أعود إلى سؤالك. سؤالك حول أن الروسي يبيع. طبعا الروسي في لحظة من اللحظات إذا أراد أن يمرر صفقة ما معينة على مستوى أي ملف في العالم، استطاع أن يستعمله واستطاع أن يبيعه بأجر، فليسمح لي أصدقائي الروس بهذا، أنا أتحدث في المطلق، أن يمرروه بأجر معقول، يمكن أن يمرروه. لكن عندما نفهم طبيعة الاشتباك في المفصل السوري، عندما نفهم أبعاده، عندما نفهم أن القضية أكبر من إسقاط نظام وأكبر من معارضة وأكبر من مكونات سورية مأزومة ومشتبكة فيما بينها، عندما نفهم ذلك، باعتبار أن الروسي يفهم ذلك، سوف يتصرف تصرفا آخر مختلف تماما. قلت أنا يا أخي سامي منذ الأسبوع الأول، قلت أن هناك مشروعا داخلا للمنطقة والروسي التقط هذا المشروع، وقلت بأن الروسي لديه ملف استخباراتي كامل عما كان يحدث منذ الساعات الأولى في الجنوب في درعا، وبالتالي عندما اتخذ هذا القرار اتخذ قرار باشتباك دولي، ولم يأخذ القرار باللعب على ملف معين، ملف بسيط. ناقشت أصدقائي الإيرانيين، أشقائنا الإيرانيين، مسؤولون متقدمون في الدولة، قمت بمناقشتهم حول هذا الموقف، وكنا إلى حد بعيد نقرأ هذا التحرك الروسي. الروسي يدرك كما الصيني أنه إذا أخذ المفصل السوري فتتت الدولة السورية، هذا يعني بأن أبواب موسكو سوف تطرق. وبالتالي نحن أيضا لا نعمل على الموقف الروسي في المطلق، نحن ندعي
نتصور أننا ندافع عن حقوق قومية وحقوق وطنية في المنطقة وأننا نتزعم مشروع في المنطقة، وبالتالي أيضا لا نعول في الاستراتيجية على الموقف الروسي دائما. طيب. سيادة الرئيس بشار الأسد له مقولة في هذا السياق يا أخسامي لثوان فقط، عندما اجتمع في جنيف طاولة جنيف ماذا قال سيادة الرئيس بشار الأسد؟ قال إذا صدر في جنيف أي شيء يتعارض مع مصالحنا الوطنية ولو حتى من أصدقائنا سوف نقف ضد هذا الموقف. طيب. أتصور أن هذه الصورة بهذا المعنى واضحة بالنسبة لنا جميعا. شكرا لك دكتور خالد. أعود إليك دكتور عمر الشوبكي. الآن في كلام كثير طبعا حول قواعد الاشتباك الأمريكية الروسية في الصواريخ، في الدرع الصاروخي، في الرادارات، في الإسلام السياسي الذي يتقدم أيضا باتجاه المناطق السوفيتية السابقة في المصالح الاقتصادية الكبيرة، ومنطقة الشرق الأوسط تدخل في جزء أساسي من هذه المصالح، يعني الدرع الصاروخي في تركيا، المصالح الاقتصادية الغازية والنفطية في منطقة الشرق المتوسط، الإسلام الذي تخشى منه وتقلق منه روسيا. كيف يمكن أن نتصور علاقة أوباما المقبلة مع الروس؟ هل نذهب باتجاه اشتباك أو صفقات ومنها وفيها تدخل الأوضاع في سوريا والأوضاع في إيران وتتمدد باتجاه الشرق الأوسط مثلا؟ يعني بالتأكيد كلا الخيارين مطروحين، بس دعني في البداية سريعا أوضح أنه حين نتحدث عن مؤسسات الدولة هو بالتأكيد بالنسبة للأمريكان ليسوا حريصين على الدماء السورية، وحين يتحدثون على مسألة أن تكون هناك مؤسسات أو حد أدنى من عمل هذه المؤسسات وتحديدا عدم انقسام الجيش وتفتته بشكل كامل هذا لمصالحهم، فالأمر هنا يعني ليس في إطار الحديث أو الشعارات السياسية في هذا الإطار. هم جربوا تفكيك الجيش في العراق وكانت النتيجة كارثة، وليبيا 4 مليون عدد سكانها وكان سقوط الدولة وسقوط الجيش وانقسامه بعد أسابيع قليلة أيضا لم يؤدي بوضع مستقر هناك. هنا فيما يتعلق بسوريا وسريعا كلا الخيارين من وجهة نظري واردين، كلا الطرفين لا يرغب في أن يصل الانشقاق داخل الجيش السوري إلى درجة تهدد بانقسامه الكامل وتفتته وغيابه كفاعل عسكري وسياسي على الساحة، وبالتالي كان تحفظ الأمريكي على إرسال أسلحة متطورة إلى الفصائل الجيش السوري الحر ترجع إلى هذا السبب، أنه حتى لو وصلت هذه الأسلحة لا توجد قناعة بأنه نتيجة هذه المعركة ستكون حتى في صالح أمريكا أو روسيا، حتى لو انتصر الجيش الحر واستطاع أن يستولي على ويسقط النظام إدارة سوريا بدون جيش ستكون كارثة على الجميع، ستكون هنا روسيا مهددة وستكون الولايات المتحدة مهددة، وبالتالي الحل الأمثل هو الوصول لنقطة تفاوض يكون فيها الجيش السوري والنظام السوري في وضع منهك وضعيف، وأيضا الفصائل المعارضة المسلحة وفصائل الجيش الحر تكون حسمت المسألة بأنها لن تستطيع أن تحسم المعركة عبر الخيار المسلح، وهنا يدخل مسألة التفاوض والحلول السياسية. المشكلة أن أحدا لم يصبح منهكا، يعني الجيش لا يزال قويا ويقاتل منذ 20 شهرا والمعارضة تشتد أيضا بالسلاح على الأرض. طيب سعادة السفير، كنا تحدثنا في الواقع شرفنا على نهاية البرنامج، اسمح لي ربما يكون الجواب قصيرا، عن كيفية صناعة القرار في الولايات المتحدة الأمريكية. هل أنه الأمريكي الرئيس الأمريكي إذا عيد انتخابه هو صاحب القرار أو كيف يصنع في السياسة الخارجية؟ هو صاحب الكلمة النهائية، النظام الأمريكي هو نظام رئاسي، إنما القرار يدرس على كل مستويات الدولة، يعني إذا في شيء بخص سوريا البنتاغون بنبلش وزارة الدفاع، وزارة الخارجية، CIA وكل دولة، وكمان يبحث في مراكز تفكيرية، مراكز دراسات، وبعدين اللوبيات تدخل، طبعا اللوبيات بتدخل كلها من خلال اما الاجتماعات اللي بتصير بمراكز التفكير او من خلال اتصالاتهم
بالمسؤولين في الأمريكيين. لافت كان بالحديث عن اللوبيات أنه أكثر من 50 دبلوماسيا أمريكيا سابقا وضعوا تقريرا متكاملا للرئيس الأمريكي قالوا فيه أنه يجب أن نعيد النظر بعلاقتنا مع إسرائيل لأنه باتت إسرائيل تؤثر على سياسة أمريكا في الشرق الأوسط وعلى مصالحها. سمع منهم بالبداية الرئيس أوباما ومشي بالطريق ليه مش بمصلحته هو الانتخابية ولا مصلحة حزبه، فلذلك تراجع. يعني تبين بالبداية كأنه كان في نوع من السذاجة بالنظر إلى المسألة الفلسطينية الإسرائيلية. أنا بفكر أي محاولة تاني بهذا الشأن لن تنجح مدام نتنياهو موجود في إسرائيل. طيب، في بعض رسائل الفيسبوك للأعزاء المشاهدين. عبي عواد يقول ما قام به أوباما ما هو إلا استعراض عضلات في وقت أمريكا فيه ضعيفة جدا، لا تجرؤ على شن حروب لا على سوريا ولا إلى إيران. أبو المجد لا مصلحة له أي لأوباما ولا لمن يوجهه في حرب ضد إيران وسوريا لأنهم يعرفون مصير إسرائيل في هكذا حرب. علي الونوس يقول من المستبعد في الظروف الدولية الحالية التفكير بالضرب، هناك نهوض للدب الروسي والتنين الصيني في مقابل ذلك. بشار الرستم لو كان هو أو غيره يجرؤون على ضرب سوريا لفعلوها قبلا. مالك عمران لن يضرب لا إيران ولا سوريا، لو كان يريد ضرب أحد لنفذ ذلك في قدرته في فترته الرئاسية الأولى. عفوا، نبيل كيوان هم الآن يضربون في سوريا وكل الدول العربية. إيليا فلسطين يقول أكيد سيضرب، فضرب إيران هو ثمن العودة للبيت الأبيض. أعتذر شديد الاعتذار من كل الأعزاء المشاهدين، لن أستطيع قراءة أكثر من ذلك. أشكر كل الضيوف الذين ساهموا في هذا البرنامج، سعادة السفير والصديق عبد الله أبو حبيب، شكرا لمجيئك. حضرتك خبير بالشؤون الأمريكية وكنت سفيرا هناك. أيضا من مركز الأهرام الخبير الاستراتيجي الدكتور عمر الشوبكي، شكرا جزيلا لبقائك معنا. أشكر الدكتور خالد العبود عضو مجلس الشعب السوري، كما أشكر الذي غادرنا منذ قليل الدكتور ملهم الدروبي عضو المجلس الوطني المعارض. لمن يود الكتابة لبرنامجنا عنواننا الإلكتروني umam@almayadin.net. لا يسعني إلا أن أشكر فريق البرنامج بيترا أبي نادر على الإخراج، زاهر أبو حمدة ورولا أبو شقرة في الإعداد والإشراف على البرنامج، وجنان جمعاوي خصوصا أيضا في إعداد الدراسات تحديدا الأجنبية. شكرا لكم جميعا وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة من لعبة الأمم وبرنامج لعبة الأمم من قناة الميادين، وإلى اللقاء.